السباق المميز. هذا المهرجان الذي يقيم بمناسبة العيد الوطني، اليوم الوطني لدولة قطر. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ننطلق مع شوط الختام وختامها مسك، ننطلق ونتابع المركز الأول والتحدي الجميل حاملة رقم 38 هنا على الصدارة. هنا شعار الرميدي يتواجد على المركز الأول، بينما ثاني المراكز أيضا حاملة رقم 37. ننتقل إلى المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هناك الشباب الشايبة محسن بن عبد الله بن زيد النديل المري يتواجد على المركز الثالث. رابعا هنا الانطلاق على المركز الرابع، هنا حاملة هقاوي مبروكة بن مانع بن دواس العامري هنا على المركز الأول، بين بن دواس العجمي إذن يتواصل على المركز الرابع، بينما المركز الخامس التواصل هنا من القاهرة، القاهرة عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي يتواصل على المركز الخامس. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة وإلى الريادة، هنا هملولة راشد بن سعيد الرميثي يتواجد على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما ثاني المراكز هنا الشايبة محسن بن عبد الله بن انديل المري يتواصل على إذن جبار سالم بن جبران المري يتواصل على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز والتسلل في هذه اللحظات من هناك هقاوي مبروك بن مانع بن دواس العجمي يتواصل على المركز الرابع والمركز الخامس، والتواصل في هذه اللحظات من حاملة هنا تتواصل في مشكورة محسن بن محمد المحيميد المري يتواصل في المحميد هنا يتواصل على المركز الخامس. نعود إلى الصدارة، نعود إلى الريادة وإلى المقدمة، ما زالت هنا هملولة، هملولة وهملية مزون الأصالة في ميدان التحدي الذي يحتضن هذه النجوم المتواصلة في هذا الميدان. راشد بن سعيد الرميثي قادما من السمحة للمشاركة في هذا الميدان. المركز الثاني هنا تتواصل به الشايبة أو جبارة، جبارة سالم جابر بن سالم جبران المري يتواصل على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز هنا تتواصل في قمرية مسلم بن علي بن دري المنصوري يتواصل على المركز الثالث، بينما رابع المراكز هنا هقاوي مبروك بن مانع بن دواس العجمي يتواصل على المركز الرابع والمركز الخامس. هنا هناك جبارة عبد الهادي بن نشير المري يتواصل على المركز الخامس. نعود إلى الصدارة، نعود إلى الريادة وإلى المقدمة، ما زالت هملولة هنا ترقص طرب على المركز الأول على التحدي الجميل في الشوط الختام. الله 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 الله، شوطنا حمل الانطلاق المميز والهجوم. المركز الثاني هنا جبارة جابر بن سالم بن جبران المري يتواصل على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز هنا قمرية تتواصل مع مسلم بن علي بن دري المنصوري، والهجوم والانطلاق في هذه اللحظات. هنا هنا حملة رقم 39، هناك نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة والكيلو المتر الأخير، كيلو الحسم، كيلو هنا يمتحن هذه الذلل في هذه الانطلاق المميز. وهملولة، هملولة تنطلق بالمركز الأول، تنطلق بالتحدي المميز والانطلاق الذي يعبر هذه التحدي المميز. هنا راشد بن سعيد الرميثي ينطلق انطلاق مميز وانطلاق جميل، والوصول هنا لنا جبارة جابر بن سالم بن جبران المري على ثاني المراكز والمركز الثالث. الوصول هناك الدائمة راشد بن علي بن راية المري أول نضالها، ولكن خلوني مع الصدارة، خلوني مع الريادة، خلوني مع هملول.
حموله حملوله حملوله، انطلقت بالمركز الاول، انطلقت بالتحدي الجميل والانطلاق المميز والخطوره من ثاني المراكز. هناك الدائمه راشد بن علي بن رايه المري، ولكن خلاص خلاص الناموس يتجه الى دوله الامارات العربيه المتحده وينطلق مع انطلاقه حملوله مع راشد بن سعيد الرميثي. وسق الله دارك يا الرميثي، تهانينا والناموس مالك حملولة راشد بن سعيد الرميثي. والمركز الثاني هناك الدائمة راشد بن علي بن راية المري، والمركز الثالث هناك الحضرة عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي، والمركز هنا المركز الرابع جبارة جابر بن سالم بن جبران المري، والمركز الخامس هنا المركز الخامس مع هيبة جابر بن حسين بن علي الجرح. بنعود ونهني مالك حملولة راشد بن سعيد الرميثي في هذه اللحظات الذي انطلق بانطلاقة حملولة وحقق ناموس آخر أشواط هذا المساء. التوقيت الزمني الذي حققته حملولة 6 دقائق 10 ثواني 42 جزء من الثانية. تهانينا وناموس الملك حملولة راشد بن سعيد الرميثي المركز الثاني. المركز الثاني هنا وصلت فيه الدائمة راشد بن علي بن راية المرية، توقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية 90 جزء من الثانية. المركز الثالث هنا وصلت فيه الحضرة عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي، التوقيت الزمني 6 دقائق 14 ثانية 30 جزء من الثانية. شكرا مشاهدينا الاعزاء، وانقل المايك للزميل محمد بن بريك المر. شكرا زميلي راشد الزرعي. مشاهدينا الاعزاء بهذه النتيجة